سؤال، واحدة بتقول انا فتاة عمر 22 سنة تقدم لخطبتي شاب اهم ما يميزه مخافة الله في قلبه، وهو مناسب من اغلب النواحي، لكني لا اشعر تجاهه باي مشاعر، لكن انتظر من الرب ان يدبر الامور ويعطيني السلام. دبرني ماذا افعل؟ برضو انتظر. جايز ما عندكش مشاعر من نحوه لانك ما عشرتهوش لسه، ربما بالعشرة، بالاتصال، بالكلام، بالحديث،